حاجة. قرار كيفش قرار دلوقتي احنا كيفش قرار قرار خلاص جواب يا حبيبي دلوقتي احنا هنروح ولا ننام مع الناس الجدعة دي؟ والله العظيم ننام مع الناس الجدعة دي. نور اعمل اعمل اللي جاي الله الله شكلك سكر بس يا رفيع الله بس مدام ماري ما يعرفش مارسيلينو لا معنا ولا ولا امشي كده روح يلا يلا ادخلوا معانا فوق هنظبطكم معانا جديده. قول لي يا عمينا نعمل ايه انت عايزه؟ لا صح انت عايزه؟ لا صح مين انت عاوز؟ مش مروح ومش خالد مش طالع من هنا. اوعى اتحبست ولا انت عايز تسيب انا ما انا انا مش ولا في مارسيلينو ولا في ايه شوف الكاس انا هنا خبط انا ما انا انا مش ولا في مارسيلينو ولا في ايه شوف الكاس انا هنا يعني ده شوطنا نعمل شو انا مع تجول تجول والله احلى حاجه كنت بعملها لما بكون عندي وحش بريحكم جيت زان جيت زان جيت محدش بيقدر يصحى لو مين وهتنام فين امكم لا عامه مش بنام فين انا كنت بنام في اي وقت اي وقت فاضي عندي كنت بطلع انام بخلوك تنام عملت كوك 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 بيعملوا بس بنام برافو مين حدا يجي طبعا كلكم النهارده اه والله اه والله في هنوم منيح من ايام البروفا كمان سمعت من بدري مش انا وانت كمان امال ايه ابدا عم تسمع مش بقى بص عندي برنامج كتير عندي الراديو عندي الراديو اربعة وخميس لازم تطلعيني على الراديو اكيد هاجي مصر انا بعد اكيد اول لما تحط رجلك في مصر الراديو 90 90 على طول حصري طبعا وانت كمان ما بلحقش اتفرج على كل البرامج فاهم على قد ما بقى يعني مثلا لو روحت البيت وقيت البرامج شغال بالصدفه طبعا هقعد اتفرج بس ما تصفتش معايا ولا مره لا ما بنامش ولا مره سمعت حاجه لا سمعت حاجات كتير ايه يا عسل علي جرب يكون يعني طب يا طب عسل براي نايت وفي 300 شفتك طبعا من اول انت في اول برايم غنيت وير راكيو انا غنيت مع وائل كفوري حلو وير راكيو طبعا قنبله انت غنيت مع مين وائل كوري يكون وائل كفوري وبعديها بعديها غنيت انا ومروان ومتحد كنت بضحك في التابلو تفكر انا غنيت وطني الحمد لله شي 30 غنيت وطني لكن انت تقفل كل بيروح وينام ده ما ينفعش ما يمنعش ان في ستريس وفي ضغط حبيبي في بس مش مش انت انت في ايدك انت ايهاب ما تخليش في ستريس وبايدك انت برضو ما تخليش عاوزين تنام صح لا عاوزين تنام ما ممكن نختصر ايهاب من المغرب بالرصانه والمسؤوليه لأنه إيهاب مواهبه كتير عنده مقادير لكل شيء لأنه بيتميز بالدقة إيهاب بيحب يختبر بإيده وعنده وصفات شهية للنجاح مستعد يغامر لأنه الحياة بالنسبة له بيلزمها دايما نكهة جديدة ما ممكن نختصر إيهاب من المغرب بالرصانة والمسؤولية لأنه إيهاب مواهبه كتير عنده مقادير لكل شيء لأنه بيتميز بالدقة إيهاب بيحب يختبر بإيده عنده وصفات شهية للنجاح ومستعد يغامر لأنه الحياة بالنسبة له بيلزمها دايما نكهة جديدة
ما ممكن نختصر إيهاب من المغرب بالرصانة والمسؤولية، لأنه إيهاب مواهبه كتيرة. عنده مقادير لكل شيء،